مرهم معراوي يحكي تفاصيل مهمة عن خلافه مع أنس الشايب وعزيمة في منزل ناري نبيتي. شاهدوا المزيد من التفاصيل. قام مرهم معراوي بنشر فيديو رد من خلاله على كلام أنس الشايب في مقابلته مع نورمال، والتي صرح من خلالها أنس أنه يكره مرهم معراوي. فمرهم بالأمس حكى تفاصيل خلافه مع أنس الشايب ووصفه بأنه منافق. فيك تعمل لي أنفولو خلاص، أنا بني آدم، هذا الشخص بكرهه، ما بضيفه، ما بشوفه بخلقتي. تاني شي أنا صاحبك صح؟ بعدك بفيديو شيره عم تحكي إنه مرهم عزيز علي وغالي وأبصر إيش صاحبي، ليش؟ تالت شي شو أم النفاق اللي قاعد عم تعمله لحتى تصالحني وبعد تطلع تحكي انه انا بكره اولاد؟ وحسب تصريح مرهم معراوي سبق وان التقى مع انس الشايب وتسربت لهم الصوره. حكى مرهم ان انس ارغمه على اخذها ليعلن من خلالها عن صلحهما. وبعد ذلك انصدم مرهم معراوي من كلام انس الشايب في فيديو مرهم، حيث اكد من خلاله على انه يكره مرهم معراوي. وانت لا علاقة مصدي، ضلينا ساعتين بنص الحفلة عم نحكي، وكثير تسربت مقاطع بهديك الليلة انه نحن الناس قاعدة عم ترقص وانا وياه بالذات واقفين بالزاوية عم نحكي. فانتهى الموضوع انه انا وهذا البني ادم تصالحنا وكل شيء رواق، وانتهى كمان انه جبرني انه اتصور معه ستوري. وصدقوني انا ما كان لي نية انه اخذ ستوري مع هذا الشخص مشان بس. وايضا مرهم معراوي رفض خوض مباراة الملاكمة مع انس الشايب، وكان جوابه بالرفض. واكد مرهم معراوي ان لياقته البدنية لا تسمح له لخوض مثل هذه المباريات. فشو رأيكم بخصوص هذا الخبر، ومن ترون انه معه الحق من بينهما؟ تقرب يعني قاعد عم تتحدى شيء مانو موجود، اوكي؟ فلما بدك تتحدى كون قد كلمتك وتحدى شخص من مجالك، فهي تعتبر نقطة ضعف لألك انه انت قاعد عم تتحدى شخص ما عنده مهارة بهذا الموضوع ابدا. لو تجي مني انه انا متدرب. تفاعلت نيرين بيوتي بمجموعة من الاستوريات عن عزيمة في منزلها لخالها سيمند وزوجته وأقرب أصدقائها شهد وغادية. ما أكلتي بالأخير؟ صار لي ساعة عم بعمل القطايف ما أكلت ولا واحدة. عامل فيها شيء؟ لا ليش؟ ليش؟ ما في. شكرا شكرا. أيوه طيبة طيبين صح؟ انا اكلت الجبنه واكلت الجوز. يا الله. اوكي جايز، طبعا اذا البيت فيه اطفال لازم تصير هيك فيك والحمره طبعا. سو عم تعملنا قطايف. اول مره بشوف قطايف يعمل قطايف. الله. اوكي شوفوا هون جوز وهي شو؟ هي جبنه. الله عليكي فنانه.